القصة ديال اليوم عجيبة. كيفاش بعض البشر تخيلوا من صلبك يتمتعون في انهم يعذبوك ودمهم تيسري في العروق ديالك؟ عجيب. لا اللي غادي تسمعوه في حكاية الليلة كيحبس الانفاس وكيخليك تسول واش هادشي فعلا حقيقة، واش هادشي فعلا كاين ولا لا. للأسف هذه هي حكايتنا الليلة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي، اللي كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه كيف العاده. اذا كنتي جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنتي من الدار الدار دارك شكرا من القلب على التفاعل ديالكم، على التعليقات ديالكم، على انكم ما كتبخلوش بالضغط على زر الاعجاب. شكرا لوجودكم. خلي ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. كتقول صاحبة حكايتنا الليلة اللي غادي نسميوها سهام، انا هي الثانية في خواتاتي وحنا بينا ربعة ديال البنات. ماما تزوجات بابا عن حب، اللي كان مزوج قبل منها بمرأة واحدة اخرى، وقبل من ديك المرأة كان مزوج بعيالات واحدة اخرين ولكن كان مطلقهم. حالتنا المادية كانت مزيانة ولله الحمد، ماما كانت خدامة وبابا كان جد ميسور. ماما ولدت اختي الكبيرة ومن بعد عامين غادي تزيدني انا وغادي تصفتني لعند جداتي باش انها تربيني، لانه كانت هي خدامة وزائد اختي الكبيرة، فما كانش كيفاش انها تشدني انا وياها دقة واحدة. مشيت عند جداتي اللي كانت معاها واحد خالتي وجلست معاهم لمدة 5 سنين. من بعد جات خالتي واحدة اخرى استقرت معنا في الدار اللي كانت صغر من ماما. من بعد رجعت لعند والديا لكن بقيت كنمشي لعند جدودي لانه علاقتي بهم كانت وطيدة. انا ذاك جدودي اللي كانوا من ماما، اما ديال بابا الله يرحمهم من زمان. فاش كنت كنمشي لعندهم كنت كنسمع المشاكل والصداع، كنسمع خالتي كدوي في ماما وفينا، وجده كانت كتقول لي بلي انت يا بنتي سهام راكي ما عايشاش هانيه في ديك الدار، وكيبقاو ياكلوا لي دماغي بالهضره، وانا ديما كنت كنسمعهم انهم كيدويو فينا. فبما انه بابا كان لاباس عليه بزاف ديك الوقت كان طمع عامي ليهم العينين، وتيقولوا لي علاش باك ما ديرش لينا الماندا، مع العلم انه كاري ليهم الدار ومفرشها ليهم وهو غير ولد بنتهم. فمن مرات بابا الاولى اللي هو ما مطلقش عندي خواتاتي اللي كانوا قد ماما، حيت بابا كبير في السن زوجهم وشاليهم الديور وكبرهم وما خلى ما دار على ودهم. كان عندي واحد خويا وسط دوك خواتاتي اللي كان بابا عطيه واحد ستاسيون ديالو انه يقابلوا ليه، وخواتاتي كان كيدير ليهم اللي بغاو. وسط هادشي ماما كانت مقاتله مع الزمان وهي اللي كانت كتصرف علينا حنا البنات، ورغم الثراء ديال بابا فما كانش كيصرف علينا مقارنه مع ولادو الاخرين. كان ديما تينوض لينا صداع في الدار، وماما كانت كتبغي تقطع حوايجها وتخرج للزنقه تغوت. ديما عمامي ومرت بابا الاولى كيجيو كيتفرجوا فينا، وكنا عارفين بلي انه داكشي كله تيجي من السحر، ولكن عمر ماما ما التجأت لشي مشعوذ او لا غيره. كنا ديما كنطلقوا غير القران في الدار، وحتى حد فينا ما عنده حتى شي درايه كيفاش نتعاملوا مع هذا الوضع. كل نهار كانوا الاوضاع غاديين وكيتفاقموا. ما كنتش كندافع هذه الامور لانه كنت كنقول اي زوج مزوجين يقدروا يوقع ما بيناتهم خلافات. فوق من هذا الشيء من غير الشر ديال عائله ماما كانت العائله ديال بابا من جهه واحده اخرى اللي كانوا كيعمروا ليه راسو علينا لدرجه انه ما كانش كيصرف علينا، وكان مشغول غير بولادو الاخرين ولادو الكبار. يزوج هادي يشري لهادي يدير المشروع لهادي فرش لهادي، كان كيصرف علينا ولكن ماشي لدرجه انه كيوفر لنا كل شيء. الكسوه ديال العيد كانت ماما كدبز معاه باش انه يشري علينا. ما كنتش فاهمه بلي انه كاينه شي حاجه من مور هذا الشيء واللي هي كل شيء طامع في الفلوس ديال بابا وباغيين باش انهم غير ينتفوا منه. كل شيء باغي الفلوس وكل شيء باغي باش انه يفارقوا مع ماما ويشتتونا وحنا كنا مازال باقيين صغار. انا كانت عندي انا داك 9 سنين كل شيء تيلعب علينا وكيضحك علينا وكيعايرنا وكيفرح ويتفرج وسط مشاكلنا وحنا كنا باقيين صغار. باختصار مفيد السنوات كتمر وحنا وسط ديك العجاجه ديال الشر، حتى السيزيام والباك ديالي فين مشيت انا واختي لعند جده فين غادي نقراو، ولانه اختي في السيزيام ديالها كانت كتهضر مع واحد الدري، فديك الساعه العائله ديال بابا كانوا صعاب بزاف ولقاوها كتهضر مع شي واحد غادي يحبسوها من القرايه وخرجوها، وبقات جالسه عامين في الدار. فاش جات باش ترجع للمدرسه لقات بلي انه ما يمكنش لانه دازت عامين. فجدي بما انه كان حارس في واحد الثانويه شحال هذه كان تعرف المدير نتاعها وتوسط لها باش انها ترجع من جديد، فدخلت انا وياها وحيت انا اللي اختاريت باش نمشي معاها مع ما كناش كنتفرقوا. وتما غادي نتعرف على واحد السيد اللي بغى يتزوج بيا، قلتها لماما قالت لي لا، واخا هو كان ميسور ماديا من كلشي قالت لي لا انت عندك يلا 17 سنه بقى قاصر ما يمكنش نزوج قاصر. قلت لها صافي واخا اللي عجبك. بقيت انا وياها على علاقه عن بعد كنهضروا وربي شاهد على ما اقول انه عمرني ما خليته انه يتقرب مني ولا يقيسني، وعلى داكشي بقى تابعني تابعني باش انه يتزوج بيا.
جدة كانت ضد هذه العلاقة والعائلة كلها حتى هي كانت ضد. في الباك غادي ينوضوا لي مشاكل مع أخوالي، تيقولوا لي أنت كدوي معاه، أنت كديري معاه، غير كنهز التليفون ديالي كيوقفوا عليا، مع من كدوي؟ خرجت فين مشيتي؟ المهم نهار امتحان الباك غادي يهزوا لينا حوايجنا انا واختي وجراو علينا من دارهم. مع العلم داك النهار كان بابا تيفتح على قلبه اللي كانت النسبه نتاع النجاح ديال ديك العمليه هي 8%. اختي الكبيره كانت عارفه ولكن ما قالتش لي الحقيقه لبابا حتى نجحت العمليه. عاد كانت فراسي داز ديك الظروف صعيبه بزاف. خواتاتي الصغار كانوا غير عند خالتي وحده اخرى اللي حتى هي كانت كتكرفس عليهم وما كتديهاش فيهم. حنا كنا مشتتين، بابا كان مريض وماما كانت مقابلاه وسمحت في خدمته وفي كل شيء. ديت الباك مشيت نقرا في واحد المدرسه في مدينه واحده اخرى. كنت ساكنه في الداخليه نتاع البنات نتاع ديك المدرسه اللي كانت خصوصيه. بابا كان وصي عليا بلي انه دوك اللي مكلفين تما اللي كانوا تيسدوا علينا الباب مع السبعه انهم يردوا لي البال. بما انه بابا كان كيخدم قريب من ديك المدينه فكان تيجي لعندي. حتى واحد النهار غادي نمشيو لعند عائله ديال بابا وغادي نتفاجئوا بواحد اختي من بابا بلي انه تسرق ليها شي ذهب وقالت لينا بلي انكم نتوما اللي سرقتوه غادي تجلسوا هنا حتى نشوف. ماما قالت لهم عرفتي اش غادي ديروا؟ بلاتي غادي نعيطوا على البوليس يعرفوا شكون اللي دا هاد الذهب. قالوا ليها لا وناضوا جابوا الشوافات. وهنا عرفت بلي انهم عندهم مع السحر وتيديروا لنا شحال من حاجه. تخيلوا ها اللي كطيح فيهم بدوك الريوح، ها اللي كتقول بلي انه الذهب مدفون، ها اللي كانت كتحفر بالليل، ها اللي كتقول راه واحد الدجاجه ما لقيناهاش في الفريغو، ها اللي كتقول راه دايرين السحور حدا واحد الشجره. ومشات فيهم وحده غادي تحفر حدا ديك الشجره وجدات فعلا الدجاجه كانت عامره بالكتوبه. صافي انا تما ولا حنا تما تاكدنا بلي هاد القوم كيلتجئ للتعويذ والسحر من الدرجه الاولى. تخلعنا وتاكدنا بلي انه داكشي اللي كيوقع لينا راه بالسحر وماشي طبيعي. انا نجحت في الدوره الاولى في قرايتي في ديك المدرسه الخصوصيه اللي قريت فيها وجيت انا الاولى في كاع الفروع ديالها في المغرب. ماما تراكمت على الفقصه نتاع نهار الباك فاش كانوا جراو علينا لعائلتها، مع الفقصه نتاع انهم اتهمونا بالسرقه نتاع الذهب، مع السحر، مع داكشي كله. وهنا غادي تمرض بالمراره وغادي تمشي لعند الطبيب في مدينه واحده اخرى اللي كانت كبيره. غادي تنعس تما في السبيطار، غادي نلحق عليها وخليتها بخير. رجعت في حالي في ديك الليله غادي يجيو عندها خواتاتي من بابا وكانوا تيقولوا لها هاكي جبنا لك هاد الدجاج وكانوا كيوكلوها بزز منها واخا هي كانت كتقول لهم لا ما بغيتش. في ديك الليله خلاوها تما مرميه وزادوا في حالهم. كينزل منها غير الدم لدرجه انها دخلت في كوما. غادي تدخل في كوما اللي دامت لمده شهرين. هذيك شهرين دوزت فيها اكفس ايام حياتي وهنا فين غادي تبدا فعلا حكايتي وهنا فين غادي تدهور حياتي. حاليا كنتفكرها كنبغي نتسطى لدرجه انه الطبيب كان قال لنا اذا هي ما حلتش عينيها غدا غير سيروا وجدوا ليها الكنازه. حنا كنا باقيين صغار، هذاك السيد اللي كانت عندي علاقه معاه بغى يخطبني حتى هو غادي توفى ليه باه وجدو وما بينهم كان غير شهر. من موراها غادي يلقى خو بلي انه منتحر حيت كانوا عنده شي كريديات. السيد تبدل عليا وما بقيناش كنهضروا، ما وقفت معاه ما وقف معايا لانه كل واحد فينا كان عالم بيه غير مولانا. من تما وانا اللور في ديك الفتره نتاع شهرين كنت كنهبط لعند جدي وعند جداتي اللي غادي يزيدوا كملوا عليا. واحد خالتي كانت كتدخلني انها تغسل ليا وانا كنت عارفها بلي انها كانت كتعطى السحور. انا كنت انا ذاك مرفوعه مع شنو واقع لماما ودخلت في صدمه. فاش كانت كتغسل ليا هاد خالتي كنت كنخلي عزكم الله وسخي تما وحوايجي اللي كنت كنلقاهم مسروقين الغرض ديال السحر. وسط هادشي كله كانوا كيسمعوني الهضره وانا غير غادا كنتاثر لدرجه انني تعقد. فهاد الفتره غادي توقع واحد الحاجه غادي نرجعوا ليها من بعد. ماما خرجت من الكوما وبداو كينوضوا ما بيناتنا نقاشات بيني وبينها. كتقول لي بلي انا ضيعتي قرايتك وما سمعتيش لهضرتي. ماما اصلا ما كانش عارفه شنو داز عليا في الغياب ديالها. فبقوه الضغط اللي تعرضت ليه غادي نتعصب عليها ونلومها علاش ما خليتينيش نتزوج بداك السيد اللي كنت بغيت وراه دابا بعيد عليا وبلي انه انا دابا ما طفرت ولا في قرايتي لا في زواج حيتاش انا ذاك غادي نسقط في الدوره الثانيه. رجعت للدار جالسه ما كندير والو. ولات عندي حساسيه مع ماما غير كندابز معاها وهي كانت كتغوت عليا وانا الله يسمح ليا كنت كندور فيها. واحد النهار غادي يجيو جدي وجداتي وماما كانت انا ذاك خرجت للخارج باش انها دير الترويض نتاع التوازن اللي فقداته في اثناء الكوما. انا ما كانتش عندي الفيزا وما كنقراش وما عنديش شهاده دراسيه باش انني نقدر نمشي. فغادي نمشي مع خواتاتي الصغار وبابا وبقيت انا بوحدي مع جدودي. واحد النهار غادي نوض حبيبي اللي هو خو ماما كيحيح عليا انتي كتمشي غير مع البزنازه وكتعاطي
وانا اقسم بالله الا عمر شي حاجه من داكشي ما جات فمي. اصلا ما كيدخلش ليا لا من هنا ولا من هنا. انا واحد البنت اللي داخله سوق راسي ما تيغوت عليا وكيحيح عليا، وخوالاتي نضو كيضربوني وهزوني في الطوموبيل وداوني لواحد الكلينيك في واحد المدينه وقالوا ليهم بلي انا حمقى غادي يسدوا عليا، وبداو كيشربوني الدوايات. ما بقاش كنعرف نقول حتى شي كلمه، شهرين وانا في السبيطار تاع الحماق. ماما فاش كانت كتسول عليا كانوا كيقولوا ليها راه واحد شويه مكتئبه ورادينها لواحد السبيطار وبلي دابا هي راه فيه مزيانه وغادي تولي بخير. ماما فاش جات لقاتني في ديك الحاله كانت غادي تحماق. تخيلوا انه كلمه ما كنتش كنقدر نخرجها من فمي، ربطوا لي يدي ورجلي وكنبدا كنغوت وكنقول لهم بغيت ماما. في ديك اللحظه كانوا كيبداو كيضربوا لي الشوكات، كنت غادي نتسطى النهار كله وهم سادين عليا تيدروغي فيا. كنبغي غير نرجع للوعي ديالي، كنساعد نفسي ولكن ما كنتش كنقدر بدوك الدويات وديك الحاله. جده وجدي اللي درت فيهم الثقه وعطيتهم الحب اكثر من امي وبا بداوني بالسحر وكملوا لي بالحماق على العقل اللي كان عطاني الله. ما نكذبش عليكم كنت واحد الانسانه اللي زوينه بزاف من بعد داكشي، ولا وجهي الزرق وفيا الشعر في الحمي كله، شعري طاح، السلف اللي كان عندي تقرض وليت كنخلع، وجهي لما كنت كنشوفه في المرايا كان كيخلعني. بقيت على ديك الحاله ديال الادويات لمده 3 سنين اللي من بعد ما خرجت ماما داتني عند اطباء وقالوا لها بلي انا ودوك الدواء هما اللي اثروا عليها. ماما غادي تعيط على شي معرفه ديالها باش انهم يتدخلوا ويشدوا داك الطبيب اللي كان كيعطيني دوك الدويات بدون سبب، اللي يدخل لي داك السم في الجسم ديالي. ضيعت 4 سنين من حياتي وانا غدا جايه عند اطباء نفسيين. اثناء السنوات غادي يعيط لي هذاك الشاب اللي طلبني الزواج، او بالاحرى غادي يعيط لماما رفضاته، غادي يعيط لها مره اخرى باش انه يعاود يطلبني منها وبلي انه بغاني وبغى يتزوج بيا وناوي المعقول. وهذا الشيء اللي وقع ليا اثر فيه، فجيت طلع لي عند الطبيب وانا عجبني الحال وعطاني امل في الحياه، ورغم اني انا ذاك كنت غير تندخل وكنخرج في حياتي، لكن هو داني على قد عقلي وكان عارف شنو وقع ليا. في الاخير ماما غادي تقبل باش انه يتزوج بيا، درنا العقد، درنا الحفله على قد الحال، واخا ماما كانت ضد هذا الزواج من النهار الاول، وهذا الشيء خلاه باش انه يحقد عليا، حيت كان ديما تيقول لي بلي انه مامك ما بغاتكش تعطيك ليا بخاطرها من النهار الاول. فاش تزوج بيا تخيلوا مشينا للدار وليت كنشوف انسان واحد اخر تيكون بخير وعلى خير، حتى كينوض كيضرب فيا وكيتكرفس عليا، وانت فاعله وانت تاركه وانت اللي سمحتي فيا ودرتي فيا، ماما كدات فيا نتوما درتو فيا، وانت مزوجاني على الطمع وانا راه ما ناقصني خير. عطاني قتله ديال العدو وداني لحني في واحد السبيطار، عيط على ماما وقال لها جدي الحمقى نتاع بنتك. تخيلوا هذه قمه الوقاحه، زواجي والله العظيم الا دام اسبوع بالحساب. الليله ديال العرس كان ملاك، لا غد ليه صباح تيعطيني العصا صباح وعشيه، وانا كنت خارجه على الوعي ديالي وماشي طبيعيه. لو كان كنت في حالتي المتوازنه ما كنتش اصلا نخليه يقيسني، هو ما عمره ما شافني بديك الحاله، تيقول لي غير تبدلتي عليا، علما انه عارف شنو واقع ليا، تيقول لي ما بقيتيش كيف كنتي. ولكن انا شخصيا كنت في بلاصته وهو اللي عايش حالتي غادي نحن عليه وما غاديش نعاتبه وما غاديش نعطيه العصا، لانه الدوايات كانوا مغيبيني. ربي قال لك تزوج بالمراه وصونها وحفظها وخاف عليها، ما قالش لك تكرفس عليها وهي اصلا مكرفس عليها الزمان وعائلتها. وهذه كانت اكبر شمس العاشيه اللي دازت في حياتي، اللي خلاتني ما نثق في حتى شي راجل مره اخرى، واخا يطرز لي الدنيا بالورد ما نثق في حتى شي حد. شفتوا فاش كنتفكر ليله وحده ديالي في دوك السبيطارات ومرابطين لي يدي ورجلي وحاشاكم كنت ندير كلشي من تحتي عزكم الله. في الليل كنبغي غير نوض المرحاض ما كنقدرش، بالليل تيطيح عليا الغطا كنبقى تنبكي في داك الظلام وكنقول يا ربي يا ربي خذ لي حقي في كاع اللي ظلمني وما نسمح لحتى شي حد فيهم يرجعني بحال هكا. هادشي داز عليه وقت فعلا، ولكن هادشي راه بصح انا عشتو، وتنقول الحمد لله انا اليوم قويه ملي قدرت انني نتعدى هادشي كله. الحمد لله غير ملي نرجع ليا عقلي وليت كنعرف شنو كندير وشنو كنقول، كنحمد الله على هاد النعمه، حيت كان واحد الجيش من مورا يقداشنا هو اللي كان باغي باش انه يطيحني ويتفرج فيا ويحمقني ويشفي فيا العديان. المهم داك الزوج مع 12 ديال الليل غادي يعيط على ماما، اجي شوفي بنتك الحمقى. طلعت عندي حتى المدينه اللي مشيت نعيش فيها معاه، دخلتني عند الطبيب كل اللي زرقا بلاصه. تخيلوا ما دعيتو ما حتى شي حاجه، رجعت لدارنا ركنت وسكنت. ماما رفضت باش انني ندعيه، قالت لي عرفتي شنو اذا كان هو ولد حرام انت بنت الناس وخليه شنو نشوف وخليه نشوفو شنو غادي يدير. بقيت جالسه في الدار، دارت شهر شهرين هاي وصلتني الدعوه نتاع الطلاق.
ما كملناش اسبوع في الزواج حقق داكشي اللي بغا في ليلته وكرفصني وساسني وصفت لي الدعوه نتاع الطلاق. واش انتقاما مني ولا انتقاما من ماما اللي جرجرته ولا ما عرفتش شنو كانت نيته؟ انا ما فكرش، سولني القاضي شنو بغيتي قلت ليه الطلاق. من تما من 2015 عمره ما شاف وجهي ولا دويته ولا درت شي محاوله، سديت الباب ديالو. من مورا داك الطلاق وانا لازلت عايشه وسط داك التاثير نتاع الدواء، ولكن غادي يخف واحد شويه وليت كنعرف شنو تنقول. رجعت لقرايتي، قريت عامين ودفعت لواحد الخدمه اللي خدمت فيها لمده عام وكنت بخير، لكن بعد ديك السنه غادي نمرض من جديد. رجعتني ماما عند الطبيب، وفاش كنت نقول لكم بلي انني مرضت يعني كنت تأزمت نفسيا. من بعد ما كنت في خدمتي مزيان وبخير غادي نتحولوا من ديك الدار، لانه اختي من با كانت مقابله معانا في الدار، كانت كترش علينا شي حاجه قدام الباب. انا باقا عاقله على النهار اللي كنت داخله للدار راجعه من الخدمه، كتب لي شي وحده كترش القرعه ديال الماء، ما ديت ما جبت، لكن غير انا دزت منها نضت الروينه ما بيني وبين ماما في الدار. ورجعتني للطبيبه، لما داتني قالوا ليها بلي انه صافي بنتك ما عندها حتى شي حاجه في مخها، ما تبقايش تجيبيها، ما عندها ما دير هنا. ولكن لما غيديروا لي التحاليل غادي يلقاو بلي انا عندي تسمم في الدم، وهذا التسمم غادي يلقاوه عندي قديم. انا باقا كنعقل انه نهار مشيت عند خويا من بابا كليت عنده شي حاجه. من ديك الساعه وصحتي الجسديه كانت اللور لور، كليت عندهم وهزوني نيشان الاسعافات، لقاو عندي تسمم، داوني نعسوني في واحد السبيطار وبدلوا لي الدم ديالي، داروا لي الحديد وبزاف ديال الامور. نعست انا داك في السبيطار لمده شهر. من بعد وليت كنتحسن، وليت كنقرا القران، كنصلي وكندعي. من 2018 الحمد لله تحسنت صحتي وحيدوا لي كاع الدوايات من غير واحد الدواء اللي كنعس به بالليل، حيتاش ما كنقدرش نعس بقوه التفكير على شنو داز عليا. في نفس السنه بابا دار فايت في خدمته كلها وما بقى عنده حتى شي حاجه، غيمشي عند ولده يقول لي باش انه يرجع ليه ستاسيون ديالو اللي كان عطاه ليه في الاول. بما انك عندك ولدي قهوتك انا غادي ناخذ هذا الشيء ديالي باش نعاود نوقف على رجلي. ولده رفض. بابا غادي يعيط على مرته الاولى وبدا كيتشكى ليها، قالت ليه دابا انت بغيتي تخرج منها ولدي باش تعطيها الفاسدات نتاع بناتك. بابا سمع ديك الهضره ما عجبتوش وقال ليها غادي نقول لك زوج ديال الكلمات، انت راكي مطلقه الطلاق الثالث. خويا نادعى بابا وشهد فيه العائله ديالو كلها باش انهم ياخذوا ليه رزقه، وداروه بلي انه حمق وبلي غير متوازن على انه يقدر يقابل الرزق ديالو. الدار اللي حنا ساكنين فيها اليوم دايرينها في الحجز، يعني تقدر تحيد لينا في اي لحظه. شويه ديال الفلوس اللي بقاو عند بابا مشاو في المحاكم والدعوات. ولده غادي تكرفص على باه اللي هو بابا، ضربو ما خلى ما دار فيه. واخا تاثر بهذا الشيء الحمد لله لقانا بجنبه حنا بناته، وحتى ماما معاه ومساندينه ومهلين فيه، ماشي على الطمع حيتاش اصلا ما بقى عنده والو، ولكن حيتاش هو بانا. انا اليوم جلست في الدار هزا والديا وما كنخليهم يديروا حتى شي حاجه، كنتهلا في بابا حيت كل ليله كنسمعو مسكين تيبكي وكيدعي الله انه ياخذ لي حقه في ولادو اللي ظلموه، وبالاخص هذاك ولده اللي ضربو وشوهو في المدينه، لدرجه انه كلشي في ديك المدينه ولا تيعيط لي مسخوط باه. انا الحمد لله رجعت لي صحتي وصالحت شنو بيني وما بين ماما، واخا كتسبني وكتعصب عليا ما كنجاوبهاش. بابا ما كنهزش في العين، وليت نقول بلي انه هذه عائلتي الصغيره هما اهم حاجه في حياتي وما خصنيش نخسرهم ونعيش معاهم سعيده ما امكن. وانا تنحمد الله على صحتي اللي عندي دابا، لانه بالنسبه ليا هي المكسب نتاعي نتاع الدنيا والدين، حيت النهار كنت غادي نفقد عقلي عارف شنو كتسوى صحتي. عافاكم، انا بغيتكم تدعيو معايا، انا عاودت لكم حكايتي للعبره وباش نعاود لكم على كميه الشر نقدر نلقاها في عائلتي اكثر ما نقدر نلقاها في براني. عافاكم، ما تنساوش انكم تدعيو معايا وتقولوا لي شي كلام زوين لتحت في التعليق. وهذه هي كانت حكاية صاحبة حلقتنا اليوم، كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منها. ما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الإعجاب لما تيكلفكم حتى شي مجهود. دمتم في رعاية الله وحفظه، تلقوا في مقاريب. سلام سلام.